شهدته الصين وشهده الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأخيرة الماضية وبالتحديد العشر سنوات الماضية أو أكثر قليلا، هذه الطفرة اقتصادية كبيرة جدا. هذا لم يأتي من فراغ وإنما أتى نتيجة سياسات اقتصادية مهمة انتهجها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وأيضا بالتنسيق والتعاون مع المواطن الصيني. هناك استجابة حقيقية من قبل المواطن للسياسات الصينية الاقتصادية. هذه السياسات والتي بدت واضحة تماما فيما يتعلق بنقل مستوى المعيشة للمواطن الصيني والقضاء تماما على الفقر وغيرها من المقاطعات التي تحولت من مقاطعات فقيرة إلى مقاطعات صناعية، سواء تنمية صناعية أو تنمية صناعية زراعية. هذه المقاطعات شهدت طفرة كبيرة جدا وشهدت تخطيطا وتنفيذا لمشاريع ضخمة ونقل أعداد كبيرة جدا من الصينيين من مستوى الفقر إلى مستوى الطبقات المتوسطة، وبالتالي هناك شعور حقيقي لدى المواطن الصيني بالارتياح تجاه سياسة الحكومة الصينية وسياسة الحزب الشيوعي الصيني، لأنه يشعر بنتاج هذه السياسة وبثمارها الحقيقية في مستوى معيشته ومستوى دخله. التجربة الصينية تجربة رائدة في مجالات عديدة جدا، ويمكن للعالم خاصة دول العالم النامي والدول الجنوب مثل مصر، دول القارة الإفريقية، أمريكا اللاتينية وبعض الدول، بل أن في رأيي الدول الأوروبية أيضا بدأت منذ سنوات تدرس التجربة الصينية وتنظر إلى كيفية الاستفادة منها.